This is the story of Yusuf, a grieving wife, worried for the well-being of her children after losing her husband in a terrible fire. رحت على المستشفى الأقصى وصلت فدخل عند الاستقبال ممنوع أدخل فدخلت الاستقبال قالوا ممنوع تعبري الاستقبال نهائياً بس بعد إلحاح وكلام كتير دخلوا قال خلاص يلا أعبري أعبري يعني فالحين أنا زي المجنونة بدي أعرف وين جوزي من سرير لسرير 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 أنا مش عارفة وين مش شايفه في الدكتور جنبي لا بقول للدكتور هذه حالته خطيرة ودوه على مستشفى الأوروبي وصلنا الأوروبي وقالوا لنا طبعا بعد 5-7-8 ساعات لما عبرنا عنده كان وجهه كتير متغير كان يعني وجهه نافخ عامل زي البالون هيك يعني حد ما يعرفوش نهائيا يعني كانت كتير صعبة كتير مستشفى نابلس ومن خميس للخميس وقالوا خلاص يعني جوزك مات الشيء كنت أنا قاعدة بالبيت Every day, around 5,700 children become orphans due to conflict, natural disasters, and poor healthcare infrastructures. Like Yusuf, they lack access to a safe, secure home, food, clean water, medical care, and education. صدمة يعني تخيلها يعني صعبة. بس الحمد لله ربنا صبرني فابني الكبير صف خامس صار يعيط عياط كصريخ بقول يما كيف أنا بدي أعيش من غير أبو يعني كانت إشي صعب فكله مسكتهم هيك وعملهم زيك وحضنتهم جوا وصرت حضن فيهم يعني والحمد لله يعني صع أولها عيطت وهذا في الآخر قلت الحمد لله جبت القرآن وصليت والحمد لله ربنا صبرني يعني ابني الصغير من يوم أبوه ما توفى لحتى الآن بقول لي يما ليش أبوي راح الشغل قلت له يما عشان تجيب لنا أكل قال إحنا بدناش أكل إحنا بدنا إياه رجعيه وخلنا نشوفه بعدين يما يموت بس إحنا بدنا نشوفه يما هذا كل بشكل يومي يعني كان يعني جوزي حنون حولاده بشكل يعني العقل بتخيلهوش حنون بشكل طبيعي يعني إشي فوق الحد There are so many children around the world whose lives have been devastated by the loss of a parent. Ramadan is a time for reflection, a time to hope for change. يعني إنه شهر رمضان كان كتير صعب علينا. تخيل لما كان هو يعني سندنا ومعيننا كان معانا يعني تخيل هذا مش موجود كان كتير صعب علينا يعني أولادي بيسألوني طيب من نجيب دفع فلوس رمضان؟ مين بده يكون معانا كان ابني الكبير يتسحر يعني يتسحر معاه طب مين يتسحر معانا يما كان الاشي يعني كثير صعب علي يعني كان رمضان اصعب رمضان انا مرت فيه انا واولادي لانه كان مش موجود معانا اصعب حقا لما احنا نيجي الافطار نفطر مع بعض بس في رمضان هذا نفطر انا واولاد لحالنا صعبه كثير تخيل لما تلاقي نصك الثاني مش موجود وانت لها حالك وانت ولادك ايش الصعب صعب كثير انا اول شيء لما احنا فقدنا معيننا كان هذا له تاثير كبير على حياتنا يعني احنا عايشين حاليا بالاجار طبعا معروف انه الاجار بده كهرباء بده ميه بده فلوس بده البيت لحاله بده اكل وشرب يعني توفيره هذا إشي صعب فوق يعني مسؤوليه طاقه كبيره فوق طاقتي يعني This Ramadan you can be the change that children like Yusuf's need with Human Appeal's orphan sponsorship program you can give a child safety education and healthcare that will benefit them for years to come. It only takes a few minutes to register and transform a child's life. Please be the change and sponsor an orphan today.